أسعد الله مساكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في أقصى شرق وجنوب شرق المملكة، هي ناتجة عن بقايا حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على المملكة خلال اليومين الماضيين. أيضا المنطقة الجنوبية الغربية شهدت أجواء غير مستقرة، تكاثرت كمية من الغيوم المتوسطة وعطلت زخات من الأمطار، بينما ساد طقس مستقر في باقي مناطق المملكة. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول عودة الاستقرار لأغلب مناطق المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع. طقس بارد بالرغم من الارتفاع القليل على درجات الحرارة، ولكن هناك توقعات بارتفاع ملموس على الحرارة بداية الأسبوع القادم سنستعرضها في هذه النشرة. لكن لا بأس نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم. هذه الغيوم التي انتشرت خلال ساعات الصباح هي بقايا حالة عدم الاستقرار الجوي المرافقة لهذا المنخفض الجوي المتمركز فوق جنوب العراق. عملت هذه الغيوم على هطول زخات متفرقة من المطر، سرعان ما تلاشت هذه الغيوم خلال ساعات الظهيرة. بالمقابل انتشرت كميات من الغيوم المتوسطة الارتفاع أيضا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، عملت على هطول زخات متفرقة من الأمطار وساد طقس صافي في عموم المناطق. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة. يوم السبت أو يوم الجمعة تتأثر المملكة ببقايا الكتلة الهوائية الباردة في شمال وشمال شرق وشرق المملكة، تكون درجة الحرارة باردة في تلك المناطق، لكن اعتبارا من يوم السبت تندفع نحو المملكة كتلة هوائية دافئة ترتفع على إثر درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية الغربية، الغربية، أجزاء من المنطقة الشمالية الغربية، ثم لاحقا تصل هذه الكتلة الهوائية الدافئة تحديدا يوم الأحد نحو المنطقة الوسطى وترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس في العاصمة الرياض. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة. يسود طقس مستقر، غيوم متفرقة 10 درجات مئوية، الملموسة 8، الرطوبة حوالي 50%، والرياح تكون جنوبية معتدلة السرعة. توقعات الجوية للثلاث أيام القادمة في العاصمة الرياض: يوم الجمعة 22 إلى 11 درجة مئوية، يوم السبت طقس غائم جزئي 23 إلى 13، لكن يوم الأحد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، تتفرق بعض الغيوم العالية بدون فعالية 26 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 15 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.